السلام عليكم، معكم زكريا من دار الجودة. كنقدموا منتوجات مغربية، وحاولنا احنا بحكم حنانا في الغربة وداكشي حاولنا نجيبوا منتوجات مغربية 100%. وصلنا الخلع الحمد لله لأوروبا، عملوا زيت أركان، زيت البلدية. وهذا رمضان يعني بالمناسبة دربنا عاوتاني حتى داكشي نتاع التراث المغربي التقليدي، طبيقات سوينيات وداكشي بمناسبة شهر رمضان. الحمد لله بدينا في هاد التجارة هذه يعني مدة سنة، ولقات إقبال يعني مزيان. وهذا العام هذا قررنا باش نشاركوا في هذا المعرض هذا في نورد فيست في فرانكفورت. كنشكروا الناس اللي قاموا بمجهودات كبيرة وداروا لنا هذا المعرض وسهروا عليه. والحمد لله هنا في الغربة ما كنحسوش يعني أننا بوحديتنا، والحمد لله احنا مغاربة هنا كنا خوت، وهذه فرصة باش تجمعنا، وخصوصا بعد هذا الوقت اللي تفرقنا فيه بالنسبة لهذا الوباء اللي كان. والحمد لله وكنا فرحانين، والدراري كيلعبوا مع بعضياتهم، والحمد لله هذا الشيء لقى إقبال زوين. وكنشكروا الناس مرة أخرى، وكنقول لكم مرحبا بكم وزورونا ومرحبا ومئة ألف مرحبا.